ما أمرك الله سبحانه وتعالى به هو لك، هو خير لك، وهو أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أن ننزع كل خليط ما لا ينتمي إلى الفطرة، فإذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى صار إنساناً مخلصاً. هذه وصية عظمى، أن لا يكون الإنسان مشركاً بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي تكفل بشؤون العبد. من هم يا ربنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ والمطلوب من العبد أن يتفكر وأن ينظر في هذه الآيات، وسيكتشف ما فيها من الأسرار